أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مع كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقد توقفنا في المرة الماضية عند قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه في فضل العلماء في الدنيا والآخرة. توقفنا عند قوله رضي الله تعالى عنه قال بالإسناد المتصل: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الواسطي، قال أنبأنا زهير بن محمد، قال أنبأنا الحسن بن موسى، قال أنبأنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. وكما قلنا، كما أن العلماء كما أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كذلك يهتدى بالعلماء في الفتن وظلمات المعاصي والبعد عن الله تعالى. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو بكر أيضا، أنبأنا زهير بن محمد، قال أنبأنا يعلى بن عبيد، قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار، قال بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عن الجميع أن العلم كالينابيع يغشاهن الناس، فيختيجه هذا وهذا. أولا، هنا في النسخة التي معنا فيها خطأ، وهو يغشى الناس، هذا خطأ، لا، يغشاهن الناس، فيخترجه هذا وهذا، فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير، وكل يدعو إلى الخير. معنى هذا الكلام أن العلم زي الينابيع، ينابيع المية، يغشاهن الناس، ففي واحد بياخد المية دي من هنا، واحد بقى المية دي مسكرة، المية دي حلوة، المية دي مرة شوية، المية دي كذا، يعني باختلاف مشارب المية كذلك بتختلف مشارب العلوم. فينفع الله به غير واحد، اللي خد مية من البير بيشرب ويسقي الناس ويزرع، واللي بياخد برضو مية من العين بيزرع وبيعمل. فمية العين غير مية البير غير مية السماء غير مية النهر غير مية البحر إلى آخره، لكن كله بينتفع منه. ثم قال بعد ذلك، وهنا يعني يقول لك إيه، هنا في إشارة: وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، يعني بعد العلم ما الواحد حصله ما ينفعش ما يتكلمش في العلم. أما أنت كنت بتحصله ليه؟ عشان نفسك وتقعد في البيت لا تتحرك بهذا العلم، حرام. تحملت العلم وتحملت الحكمة، إذا وتكلم في دين الله. أما ما نراه اليوم من بعض الناس يتصدرون للتكلم في دين الله بغير علم، فهذا حرام، لأنهم قد يحرمون الحلال، يعني محرم الحلال كمحلل الحرام، الاثنين واحد. هذا تجرأ على الكلام في دين الله بغير علم، وهذا تجرأ على الكلام في دين الله بغير علم. ولا يجوز لواحد يتكلم في الدين بغير معرفة. انت بتقرأ مثلا مع نفسك في البيت فقه او هذا، ده موضوع تاني، انك بتثقف نفسك كذا، لكن هل يجوز ان انا افتي باللي انا اتعلمته؟ لا طبعا، لا يجوز لك الافتاء الا بعد ان تدرس العلوم المساعدة وعلوم الآلة وعلوم اللغة وكذا وكذا وكذا، تقعد لك كده 20 سنة تدرس، ولا 25 سنة تدرس في الازهر مثلا، وبعد كده المشايخ يرون فيك الخير فيجيزوك بالتدريس والافتاء، روح افتي بقى. وقد يكون عالم من علماء اللغة اشتغل باللغة وبالعروض والبلاغة وكذا 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 وكذا، ولا يؤذن له بالفتوى فمفتيش. ليه؟ لأنه تخصص في علم من علوم اللغة أو في فرع من علوم اللغة، والموضوع ده ملوش علاقة
بالفقه والفتوى، ده حاجة وده حاجة. فالشيخ بيقول وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، يبقى ميت. وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، معاك العلم وبتتكلمش، لما يكون معاك كنز ركنه في البيت، فلوس كاسدة بتشتغلش. وإنما مثل المعلم كمثل رجل، المعلم بقى عامل زي إيه؟ زي واحد حمل السرج وبينور الناس فين؟ في الضلمة. لأن إحنا قلنا إن العالم يضيء للناس طريق الهداية والخلاص من الفتن وغوايات الشيطان. وبالإسناد قال: قال محمد بن الحسين: فما ظنكم رحمكم الله تعالى بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء؟ عايزين نعدي من هذا الطريق بس الدنيا ضلمة وإحنا محتاجين نعدي منها، بس هنعدي إزاي؟ قد يكون في طين، قد يكون في حفرة، قد يكون في أذى، طريق مظلم وإحنا محتاجين نروح فيه. فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة. فما ظنكم بهم؟ يروحوا يعملوا إيه دول؟ يروحوا فين؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. هتعرف دينك منين إلا بالعالم؟ قد تتحير في مسألة في الحج، تلف ما انتش عارف السعي قبل الطواف ولا بعد، ولا الحلق امتى، ولا اعمل امتى، وامتى انزل من مزدلفة، وامتى اروح لمنى، وامتى رمي الجمرات، تتوه. يجي لك العالم هنا يدلك. بتصلي حضرتك ونسيت حاجة في الصلاة، نسيت الفاتحة ولا نسيت كذا، اعمل ايه؟ العالم اللي يدلك. انت هنا في ظلمة الجهل، يجي العالم ينور لك بالنور، لما ينور لك يخرجك من هذه الظلمة. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم. درس هنا بمعنى اختفى، مش درس من الدرس، لا، من الاندراس وهو الخفاء وعدم الظهور. ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. مصيبة ما أعظمها على المسلمين، إيه؟ موت العلماء. قال بالإسناد المتصل: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، أنبأنا زهير، أنبأنا سعيد بن سليمان، أنبأنا عطاء بن محمد الحران عن بعض أصحابه قال: قال كعب: عليكم بالعلم، عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر وثلمة لا تسد. ثلمة لا تسد يعني فتحة مش عارفين نقفلها. بأبي وأمي العلماء، قال أحسبه قال: قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم. إي والله لا خير في الناس إلا بالعلماء. إبليس لعنة الله عليه، إذا مات العالم أقام إبليس فرح وقال: مات الذي كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، مات الذي كان يخلصهم من مصائدي. ويقيم فرحا في الكون إبليس لعنة الله عليه. ليه؟ لأن إبليس يفضل يجتهد 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 ويغوي الناس، ثم يأتي العالم
فيخرج الناس من ظلمات إبليس وشهوات النفس، فيهد كل اللي عمله إبليس بإصلاح هؤلاء الخلق على الله وإرجاعهم إلى رحمة رب العالمين. فيبقى فين اللي عمله إبليس؟ ضاع واتمسح. مين اللي السبب في هذا؟ العالم. يبقى إبليس يفرح بموته ولا ما يفرحش؟ يفرح بموته. وهذا يدل على أن موت العالم مصيبة. اللهم نجي علماءنا وأهل الشريعة والتحقيق يا رب العالمين، وأطل لنا في أعمارهم وبارك لنا فيهم يا رب العالمين. وبالإسناد المتصل قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر، قال: أنبأنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني، أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. يعني ربنا لما يريد سبحانه وتعالى أنه يقبض العلم ما يشيروش كده كن فيكون يتشال من الأرض، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى ما بيجي يرفع العلم من الأمة ينزعه بقبض العلماء، إنما بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أو يكون العلماء موجودين لكن يتصدر للفتوى والتدريس من ليس أهلا لذلك، واحد معاه دبلوم معلمين وما درس العلم الشرعي على المشايخ ومعوش ولا إجازات ولا أسانيد، يطلع فيفتي في دين الله بغير علم فيضل ويضل الناس. هذه صورة من الصور، صورة من صور ضياع العلم، أنه يوسد الأمر إلى غير أهله. واحد كل مؤهلاته أنه هو معاه معهد سنتين، طب يعني إزاي تتكلم في دين الله؟ سنتين دول ده احنا عادنا ندرس في الأزهر 22 سنة ولا 23 سنة، تروح أنت تختزلهم في سنتين اتنين وتتصدر للكلام في دين الله بغير علم؟ وكل الموضوع أنت خدت قشور، قشور من الفقه، قشور من اللغة، قشور من التفسير، حاجة بس كده ثقافة عامة، إن هو بيتعلم إزاي يتعبد أو إزاي يقرأ كتابه بس، لكن هل بهذا يكون عالما؟ لا طبعا لا يكون عالما. وبالإسناد المتصل قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، أنبأنا أحمد بن صالح، أنبأنا عنبسة، أخبرني يونس، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكنه يذهب بالعلماء، يعني يختفي العلم بموت العلماء، فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون. سلم يا رب سلم. وبه إليه وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو أحمد هارون بن يوسف، أنبأنا ابن أبي عمر، أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت ابن مسعود يقول: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كيف؟ قال: كما ينقص الدابة سمنها، تخس يعني، سمن يعني الدهن والعظم في اللحم، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس يعني كش، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبت. الخبت يعني فلوس ما بقاش ليها عوزة، يعني انتهت انقرضت. يعني مثلا زي في مصر دلوقتي القرش بتاع زمان الابيض ده لا يتعامل، بيبقاش ليه رواج يعني، او الجنيه الورق ملوش رواج، او الربع جنيه الورق ملوش رواج. ادي معنى ايه؟ عن طول الخبط. وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت احدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الاخر فيذهب علمهم كله. سلم يا رب.
وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر أنبأنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنشاد. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم وعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب، كضوء النهار يجلي الظلم. رضي الله تعالى عن سيدنا الإمام علي. وبه وبالإسناد المتصل قال قال محمد بن الحسين وروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. العلم يورث الخشية، وكل علم لا يورث خشية الله علم لا بركة فيه، وطلبه عبادة، عن طلب العلم عبادة. كيف لا يكون عبادة ويكفيك تعلم أن فضل طالب العلم فقط وهو رايح للدرس تفرش له الملائكة أجنحتها رضا بما يطلب، وليس لنا العلم الشرعي بل أي علم ينفع الأمة، كيمياء، فيزياء، ميكانيكا، أي علم، وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح، وانتوا قاعدين بتذاكروا مع بعض تسبيح، بس يبقى المدارسة مدارسة، مش الاسم ان هم قاعدين بيذاكروا في البيت والتلفزيون شغال والأغاني بتاعه وكلام من ده، ولا فيش مذاكرة ولا فيش حاجة، وبيبصوا على الجيران وبيبصوا من الشباك وقافين الباب على نفسهم. هذا الكلام لا يجوز. مدارسة وتسبيح يعني مدارسة بما يرضي الله، قاعدين بنذاكر العلم، أو ممكن ما يكونش فيه كلام من ده لكن وإحنا بنذاكر العلم نسيب الكتب ونقعد نمسك في سير الناس، وفلان قال وفلان عاد وفلان قالت وفلان عادت، ويعدي ساعتين في غير فائدة، بل هي من المحرمات وهي غيبة مذمومة وهي محرمة. ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد في سبيل الله، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة. وكل واحد يموت، كل واحد يموت تيجي الصحيفة بتاعته تتلف وتترمي وتحط عليها صك انه مات، الا العالم او من علم الناس الخير. اللي علم الناس الخير صحيفته ما تغلقش. فانت مثلا كنت سبب ان فلان جارك يصلي وما كانش بيصلي، او مراتك ما كانتش بتصلي، او حد او اي حد يعني ما كانش بيصلي، فانت اجتهدت عليه فخليته يصلي، فيجي مثلا هو يصلي العصر وانت تصلي العصر، يكتب لك انت عصرين، عصر اداء منك واجر عصر هو كان بي ايه كان بيصلي. يوم يجي هو ربنا يكرمه ويتوب على دي 3-4 من اصحابه، فيجوا كلهم يروحوا يصلوا العصر، يكتب له هو كام؟ هو مثلا هو تاب على ايده 3 وهو دي 1-4، فهو يكتب له العصر بتاعه ب4 بتاعه هو اداء و3 اجور، تحط له في ميزان ايه حسناته. طب وانت تحط لك 4، تحط لك انت 5 بقى، عصرك انت اللي انت صليته اداء، ويتحط لك اجر اللي انت توبته واجر الثلاثه اللي هم تحطوا له في ميزان. افرض بقى ان انت ربنا كرمك وتابع على ايدك 1000، لو سبحوا كل واحد تسبيحه تروح لك في ميزان حسناتك، لو واحد فيهم قرأ قران بيروح لك في ميزان حسناتك، لو واحد فيهم راح عمل عمره وانت قاعد في بيتك مش لاقي تاكل يتحط في ميزان حسناتك. فتيجي يوم القيامه تلاقي حسنات كأمثال الجبال، مكتوب لك 20 حجة، انت اصلا ما خرجتش من بيتك وانت مش لاقي تاكل. ايه ده 20 حجة؟ يا رب انا ما عملتهمش. اللي انت عملته في الناس الخير اللي انت نشرته في الامه، يتحط لك 100,000 ختمه قران، 100,000 ختمه انا ما عملتهمش، فلان وفلان 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 اللي انت توبتهم ربنا سبحانه وتعالى قبل عملهم وحطوا لك في ميزان حسناتك انت كمان. هل ده ينقص من اجر دوقهم حاجه؟ لا، ده هي العمليه كده زي في زماننا دلوقتي كده، عمليه الكمبيوتر بيتاخد كده كابي من هنا يتحط هنا، ناخد الحسنات دي من هنا زي ما هي نحطها لك في ميزان حسنات حضرتك.
فطبعا الموضوع جميل جدا، وتبقى دي صدقه جاريه على روحك بقى انت، الناس كلها تتختم على الصحيفه بتاعتها الا حضرتك. ليه؟ لان في ناس بره انت كنت سبب في ان هي تبر اهلها، ان هي تصلي، ان هي تجاهد، ان هي تقرا قران، ان هي تعلم العلم الشرعي، ان 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 فالحسنات دي عماله تتورد لك على فين؟ على صحيفتك. تيجي الملائكه تقفلها، ما تنفعش تتقفل. ليه ما تنفعش تقفل؟ لان هي الحسنات بتاعتك ما زالت توضع في صحيفتك. يفضل الكلام ده لحد امتى؟ الى ما شاء الله. ممكن يشتغل يوم القيامه، ممكن يشتغل يوم القيامه، فضل الله واسع. وبذله لاهله قربه، يعني تعليمه لاهل العلم بقى قربه، والغير اهله صادقه، لانه معالم الحلال والحرام، والانيس في الوحشه، والصاحب في الخلوة. العلم علم جميل، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء. يرفع الله تعالى به أقواما، فيجعلهم في الخلق قداة يقتدى بهم. نحن نتعلم من مشايخنا، يبقى قدوة قدامي، أعمل زي ما بيعمل. ليه؟ لأنه من الهدى المهديين. وأئمة في الخلق تقتص آثارهم، يعني بنعمل زي المشايخ برضه، وينتهى إلى رأيهم، نقف عند رأي العالم، وترغب الملائكة في حبهم. اللهم ارزقنا هذا الفضل. بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر. يا سلام. حتى حيتان البحر وهوامه وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها. كل ده ليه؟ لفضله عند ربه، ولكرامته عند ربه. هو كل الموضوع ده هو فضل العالم، لأنه أصبح يرث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ به العبد منازل الأحرار، ومجالسة الملوك، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. والفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام. به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. إمام العمل، والعمل تابعه. العمل يتبع العلم. يلهمه السعداء، يا رب ارزقنا، ويحرمه الأشقياء. طبعا هذا قليل من كثير في فضل العلم والعلماء، نتوقف عند هذا القدر. نسأل الله العظيم ببركة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينعم علينا بكل ما قرأنا من علم، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، سلما لأولياء الله، حربا على أعداء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا ودواما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة.